انضم وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون إلى التلميحات بالوقوف وراء القصف الحرب الأخير على دمشق، واستغل كلمته أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ليهدد الجهات التي تزود التنظيمات المعادية لإسرائيل بالأسلحة. نواجه إرهابا إسلاميا في الشرق الأوسط يريد قتلنا، لكننا لن نرتدع، ومن يحاول المس بنا وتسليح أعدائنا ليعلم أنه يمكننا الوصول إليه في كل مكان وكل لحظة وبأي طريقة لإفشال مخططه. تهديدات يعلون عززت القلق لدى سكان بلدات الشمال الذين استبقوا حملة يعلون باجتماع مع قيادة الشمال هددوا فيها بأخذ زمام الأمور تجاه تهديد أنفاق حزب الله على أمنهم بحسب تعبيرهم، وادعوا بأن لبنانيين من حزب الله يقومون يوميا بأعمال حفريات لأنفاق لتنفيذ الخطة التي سبق وأعلن عنها الحزب حول احتلال الجليل. لنأخذ زمام الأمور فلا نسأل الجيش ولا المسؤولين ونجلب السكان ونضمن الميزانيات ونبدأ بعمليات الحفريات وكشف الأنفاق على الأقل لتهدئة السكان. وينتظر سكان الشمال ورؤساء البلدات وضعهم في تفاصيل خطة مواجهة خطر أنفاق حزب الله، لكن الجيش يرفض كشف خططه السرية، ما دفع السكان إلى إعلان تصعيد خطواتهم عند المنطقة الحدودية والتهديد بمباشرة تنفيذ عمليات حفر لكشف الأنفاق. سكان الشمال الإسرائيليون يعلمون يعلون وغيره من جنرالات إسرائيل درسا بأن التهديد الذي يطلق إلى خارج الحدود يرتد بسرعة إلى داخلها، فقد قصد قادة إسرائيل بتهديداتهم أن يخيفوا العرب فخاف اليهود أكثر، والسؤال هل هناك من يتعلم الدرس؟ أمال شحادي من مدينة حيفا.